تقريبا خلال عام 2021 قرابة 14,000 مواطن تم ترحيلهم من تركيا خلال هذا العام. هذا الرقم منهم الغالبية من المواطنين الذين حاولوا الدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية وتم مسكهم في الجانب التركي وتسليمهم إلى المعبر الحدودي، ومنهم من قدم بشكل طوعي في الأساس، والآخرين الذين لديهم مشاكل أمنية وقضايا في تركيا أيضا يقوم الجانب التركي بترحيلهم. عملية الترحيل لا تتوقف على مدار العام وبشكل يومي هنالك مرحلين، لكن ضمن الشرائح التي ذكرتها لك أخي كريم، الغالبية العظمى منهم من المواطنين الذين يحاولون الدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية. بين السوريين في تركيا الحاصلين على الكملك من انه يكون في ترحيل لهم في حال مثلا كانوا في ولايات اخرى او انضبطوا بمخالفات بسيطه ليست جنائيه، فدائما في خوف من عمليات ترحيل. ما حصل وتم ترحيل حدا بسبب مخالفات بسيطه، سوري معه كملك وترحل، لكن اللي بيترحل اللي عليهم مشاكل بشكل عام، يعني اللي عليهم مشاكل، عليهم قضايا امنيه، عليهم يعني من الناس العامله مشاكل يعني، ففي منهم بيطلع عليهم قرار ترحيل ويتم ارسالهم للمعبر، ونحن هم ايضا بنقوم باستقبالهم. بالاضافه للي بيدخل بشكل طوعي، في شريحه من الناس رادت ترجع تسكن بوادي الحراره بسبب يعني نوعا ما هنالك استقرار خلال العامين الماضيين، في كثير ناس كمان حبيت ترجع تسكن بالمناطق المحرره وتترك العيش في تركيا، لكن هؤلاء نسبه اقل شيء بتكون يعني.